مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي الليلة. طبعا العمل بيجري على قدم وساق على مستوى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ولا صوت يعلو على صوت مباراة العودة المرتقبة يوم الجمعة القادم في تونس إن شاء الله. الحديث طبعا عن مفاهيم الرياضة والعلاقات بين الناديين الكبيرين الأهلي والترجي، أمور تستحق التوقف عندها في بداية هذا اللقاء. عندنا تصريحات الجهاز الفني، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بيقول علاقة الأهلي بالترجي علاقة تاريخية ونحترم الأشقاء في تونس. أي توترات أو أي مبالغات غير مطلوبة في هذا التوقيت، مطلوب الكل يفهم المغزى أو المعنى الحقيقي للمنافسة الرياضية. في أخطاء بتحصل، في مشكلات، في توترات في مباراة أو أخرى، لكن هذا لا يغني أبدا أو لا يلغي الواقع اللي بيقول أنه التاريخ كبير بالنسبة للفريقين، رصيدهم من البطولات، شعبيتهم، جماهيريتهم، وأنه إن شاء الله يكون لقاء العودة في استاد رادس أو على ملعب رادس على نفس المستوى المعروف دائما والمرجو عن مستوى الفريقين الشقيقين الكبيرين. إن شاء الله بنتمنى بالتأكيد التوفيق لفريقنا ويصاحبه الفوز شأن المباراة الأولى اللي كانت على ملعب برج العرب، لكن بنتمنى من الجميع أنه يتعامل مع هذا الحدث بما يستحق من اهتمام ومن فهم حقيقي للعلاقة الخاصة بالتنافس الرياضي الشريف وكل ما يتعلق بكرة القدم والمنافسة والألقاب وحق كل فريق في أن يسعى لحصد اللقب، ولكن دون المساس بالآخرين، وأن ما يبقاش في توتر حتى على مستوى الجماهير في مصر. بنتمنى من كل جماهير مصر أنها تفهم أن فريق مصري هو النادي الأهلي، مش بيمثل جمهوره بس، بيمثل الكرة المصرية. ودايما بنقول أن أي فريق في منافسات قارية أو إقليمية أو عربية مش بيمثل جمهوره أو كيانه فقط، مهما كان هذا الكيان كبير بحجم النادي الأهلي. والأندية الكبيرة في مصر دايما اللي موجودة في بعض المنافسة وبتكون في الصورة في بعض الفترات أو في بعض البطولات مع النادي الأهلي، اللي دايما بنقول إنها لها الحق في أن يشعر الجميع أو يؤازرها الجميع في منافساتها القارية والدولية والإقليمية والعربية. إن شاء الله المباراة تكون على مستوى الفريقين الكبيرين. بنتمنى الفوز للنادي الأهلي والعودة لسيادة القارة الأفريقية أو لصدارة القارة الأفريقية على مستوى الأندية، ومنها إن شاء الله إلى الانطلاقة الكبيرة في كأس العالم للأندية، مع احترامنا الشديد للأشقاء في تونس ولتاريخ وقيمة وخبرات نادي الترجي وأيضا جماهيره ومحبيه في كل مكان. هنتكلم عن الاستعدادات، تفاصيل كتير قوي هنتابعها مع حضراتكم النهارده وعلى مدار الايام اللي جايه وصولا الى يوم المباراه يوم الجمعه القادمه، وان شاء الله تطير بعثه الفريق يوم الثلاثاء المقبل لملاقات الترجي على ملعبه وبين جماهيره يوم الجمعه القادمه. خلونا نفكر حضراتكم سريعا باني النهارده موجوده مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات، واسعد واتشرف بصحبه زملائي كل من امير هشام وعمر ربيع ياسين، وعندنا عدد من الفقرات المتنوعه هيكلمنا عنها بعد قليل زميلي العزيز امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. النهارده اكيد هيكون الحديث مستمر، وطبيعي جدا خلال الفتره دي يكون الحديث مستمر عن مباراه الاهلي والترجي، وبتحديد مباراه الاياب ما بين فرقتين في ملعب رادس بتونس. واكيد مباراه غايه في الاهميه، مش محتاجين ان احنا نتكلم عن اهميه هذه المباراه، لان هي مباراه بطوله. الفائز ان شاء الله هيتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا وتاهل مباشره لبطوله كاس العالم للانديه. نتمنى الفائز بكل تاكيد يكون النادي الاهلي حلف التوفيق في مباراه الاياب ان شاء الله، بعد ما قدر ان هو يفوز في مباراه الذهاب بالتحديد في استاد برج العرب بنتيجة 3-1. نتيجة يعني تعتبر أكيد جيدة بالنسبة للنادي الأهلي، فرق هدفين طبعا أكيد نتيجة مرضية إلى حد ما، لكن الأهم إن شاء الله تركيز النادي الأهلي في مباراة الإياب. استاد رادس وملعب رادس ملعب صعب مش سهل، حتى لو كان النادي الاهلي دايما موفق عليه، لكن دايما حضور جمهور الترجي الكبير والعظيم اكيد جمهور قوي جدا وبيدي دافع كبير طبيعي جدا للعيبه فريقه. بالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يستغل كل العناصر دي لصالحه، ويقدر ان شاء الله ان هو يفوز على الترجي التونسي ويتوج بهذا اللقب الغالي اللي بقى لنا كتير ما بنفوز بيه. ان شاء الله يكون السنه دي او العام ده عام النادي الاهلي في التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. طبعا بخلاف الكم الهائل من البطولات، النادي الاهلي بيشارك في ثلاث بطولات اخرى سواء الدوري والكاس وايضا البطوله العربيه، فان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في كافه البطولات ان شاء الله، بدايه من يوم الجمعه القادم. المباراه هتكون في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله، تكون اول بطوله من الاربع بطولات بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيسعى السنه دي ان هو يحقق رباعيه تاريخيه.
بالنسبه له يكون اربع بطولات هتكون حاجه جميله جدا وحاجه قويه جدا، وخصوصا النادي الاهلي بيمتلك كل المقومات اللي تساعده ان هو يحقق كافه البطولات اللي ان شاء الله اللي بيشارك فيها، وخصوصا ان عنده جهاز فني قدير ومحترم بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف، واللي بالمناسبه طبعا فازوا ببطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده مستر باتريس مع تي بي مازيمبي. كابتن محمد يوسف كانت اخر بطوله للنادي الاهلي كانت معاه في 2013، فبالتالي ان شاء الله الامور كلها تمشي بالشكل الجيد والمطلوب، ويبقى توفيق ربنا ان شاء الله في مباراه الاياب باذن الله يا استاذ محمد. الامور ان شاء الله تكون جيده. عايزين بس نتكلم النهارده عن فقرات الحلقه الاول، وبعد كده نتكلم بشكل مفصل عن المباراه القادمه واستعدادات النادي الاهلي. النهارده الفقره الاولى هتكون من خلال زميلي العزيز استاذ محمد الجندي، اللي هستضيف فيها طبعا الاستاذه دينا الرفاعي عضوه مجلس اداره اتحاد الكره، واللي قدرت ان هي تفوز في الانتخابات التكميليه مؤخرا بالنسبه لاتحاد الكره وتحديد مقعد المراه، بصحبه طبعا الكابتن احمد شوبير اللي قدر ان هو يفوز ايضا في الانتخابات التكميليه، كان ناقص مقعدين في اتحاد الكره، الاثنين دول قدروا ان هم يفوزوا، بالتحديد طبعا كمان كابتن احمد شوبير كابتن كبير جدا وهيكون اضافه كبيره لاتحاد الكره المصري والكره المصريه بشكل عام، برفقه طبعا استاذه دينا الرفاعي اللي هتكون منورانا ومشرفانا النهارده من خلال الفقره الحواريه الاولى مع زميلي العزيز استاذ محمد الجندي. الفقره الحواريه الثانيه ان شاء الله هكون معاكم معانا كابتن كبير جدا كابتن حماده صدقي للحديث بشكل مفصل ان شاء الله عن مباراه الاهلي والترجي، سواء المباراه السابقه اللي انتهت طبعا اول امبارح او المباراه القادمه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادم، هيكون حديث اكيد مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. الفقره الاخيره هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهي خاصه بالكره العالميه، واكيد معظم الدوريات الاوروبيه بشكل عام اللي بتلعب سواء امبارح او النهارده، وكمان في الشامبيونز ليج يوم الثلاث والاربع، فبالتالي ايضا هتكون فقره مميزه جدا مع زميلي عمر ربيع ياسين. دي الفقرات الخاصه بالحلقه النهارده، حلقه الاهلي الليله استاذ محمد. لكن الاهم دلوقتي ونحن بنتكلم عليها هي مباراه الاهلي والترجي، انت شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك؟ استعدادات النادي الاهلي مطمن ولا لا؟ النتيجه مش مريحه قوي، لكن ايا كان انت بتقابل برضه فريق يعني كبير زي الترجي. أنا كلامك طبعا اسئلتك مهمه جدا يا امير، والشارع المصري او الشارع الكروي وخاصه جمهور الاهلي بيتكلم عن ده طول الوقت، اذا كان الفارق فارق الهدفين كافي ولا لا. هو بلغة كرة القدم الأهلي بيدخل المباراة الجاية إن شاء الله وهو متفوق بهدفين على منافسه اللي هو فريق يستحق أيضا. الحسابات الدقيقة المستوى وموازين القوة والضعف أو أي قصور موجود في صفوف المنافس لاستغلاله بالشكل الأمثل في هذه المباراة، لكن بالحسابات وبالأرقام وبالتفكير العلمي الأهلي عنده ميزة تنافسية كبيرة في اللقاء الثاني في استاد رادس إن شاء الله، لأنه تفوق في اللقاء الأول في برج العرب بهدفين، والفريق من الفرق الكبيرة اللي عندها خبرات، والنادي الأهلي عنده طبعا مجموعة مميزة جدا من العناصر في كافة خطوطه، وعنده نجوم عندهم القدرة أنهم يغيروا موازين أي مباراة في أي وقت لخبراتهم الكبيرة جدا وحجم النجاحات اللي شاركوا في تحقيقها. لما بيكون فريق زي النادي الأهلي وبحجم خبراته وتاريخه وإمكانات لاعبيه الفنية والبدنية والخططية وجهازه الفني المتميز جدا أيضا بقيادة مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف، أعتقد أن ده هيديله الميزة أنه يقدر يستغل أو يستفيد من فارق الهدفين بالشكل الأمثل، وممكن هو اللي يقدر يتحكم أو يدير إيقاع هذه المباراة، رغم طبعا قلق الجماهير، وده يستحق طبعا هذه المباراه تستحق حسابات جاده جدا وتركيز شديد، لان الشوط الثاني لسه في تونس 90 دقيقه كامله، وبالتاكيد هيكون في رغبه شديده للتعويض وفي دافع من الجماهير التونسيه لفريقها اللي بيمثلها هو الترجي التونسي، لكن ان شاء الله احنا الاقرب باذن الله نستطيع ان نخرج كمان بتفوق وبنتيجه مرضيه جدا في المباراه الثانيه، رغم ما هو متوقع انها هتكون فيها تنافس شديد جدا فني وبدني وخططي بين الجهازين الفنيين وبين اللاعبين في الملعب، لكن الاهلي قادر وعودنا على ان هو ولاعبيه ونجومه وكل العناصر المميزه موجوده فيه، اعتقد انها امير قادره على انها تحسم الامور لصالحنا ان شاء الله. يا رب.